اليوم في القطب الفلاحي في بركان ترأس السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حفل توزيع الجوائز ديال النسخة الخامسة ديال المباراة المغربية للمنتوجات المجالية. هذه المباراة كما كتعرفوا تبارت فيها 980 منتوج فلاحي محلي واللي قدمته أكثر من 300 مجموعة منتجة من تعاونيات فلاحية ومجموعة ذات نفع اقتصادي وكذلك من اتحاد التعاونيات إلى غير ذلك. فهاد المباراة اللي شرف عليها يعني أكثر من 80 حكم خبير مختص في هذه المنتوجات وفي التذوق، فضات إلى توزيع 449 ميدالية في المجموع، منها 156 ميدالية ذهبية، كذلك منها 133 ميدالية فضية و160 ميدالية برونزية. توزيع الميداليات حسب الفئات ديال المنتوجات، ففئة العسل كتصدر يعني سبورة الميداليات 200 وميدالية في المجموع، كيجي موراها الحبوب والمنتوجات اللي مشتقة من الحبوب اللي حصلت على 105 الميداليات في المجموع. فئة التمور والمنتوجات يعني نباتية أخرى حصلت على 188 ميدالية في المجموع. فئة المنتوجات يعني ديال الزيوت الغذائية على 41 ميدالية، وفئة المنتوجات من أصل حيواني حصلت على 14 ميدالية. هذا يعني النسخة الخامسة عرفت واحد النجاح باهر، واحد النجاح كبير، لا من حيث العدد ديال المنتوجات والتعاونيات اللي تبارت، حيث أن هناك ارتفاع ديال 41% مقارنة مع الدورة السابقة يعني الدورة الرابعة، وضعفين مقارنة مع الدورة الأولى اللي كان جرات في 2014. هذا كيدل على انه يعني هذا القطاع في صحه جيده وهناك نمو مضطرد ديال هذا القطاع. التعاونيات ديالنا يعني والمنتجين ديالنا لا من يعني نساء قرويات ولا من شباب ولا من فلاحه يعني غاديين في الاتجاه الصحيح، كاينه المواكبه ديالهم، طوروا بشكل كبير فيما هو تقني، فيما هو يعني كذلك الجوده ديال المنتوجات، وهذا اللي خلى اليوم هذه المنتوجات كتواجد في الاسواق على الصعيد الوطني، وكذلك هناك تصدير هذه المنتوجات واللي يعني المستهلك كيقتنيها وكيكون الإقبال عليها، وهذا كيساهم في تحسين الظروف المعيشية والمدخول ديال هذه التعاونيات. سيد الوزير، كان صورة جماعية الثانية تمثل قديم على اللحظة العنف الكبير في الامتياز. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.